بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم إخواني أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جينا بواحد الفيديو جديد وواحد الوصفة جديدة اللي هي لي طارتوليت بالشوكولات. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو في العجين، عندي هنايا نص كاس ديال سنيدة ونص كاس ديال الزيت وواحد صفار ديال البيضة وواحد القصة ديال الملح واحد نص معلقة صغيرة ديال الفاني واحد المعلقة صغيرة ديال الخمارة ديال الحلوة. وبالنسبة للفارينة ولا الطحين الأبيض كنحتاجو على حسب الخليط. ندوز على بركة الله، غادي نديرو السكر، نزيدو الزيت، نزيدو ديك القبيصة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال الفاني، كنخلطو هاد المقادير. غادي نزيدو ديك صفار ديال البيضة، بعد ما خدمت هذاك الخليط مزيان دابا غادي نبداو نضيفو الطحين. غادي نزيد معلقة صغيرة ديال الخمارة، نص الخمارة يعني، غادي نجمع هاد العجينة بيدي. هاي العجينة بعد ما جمعناها هي كتجي رطبة بحال هكا. دابا غادي نخليوها واحد شوية وندوزو باش نطلقوها. غادي نخدو العجينة ديالنا وغادي نمرقوها شوية. خاصها تكون رقيقة بزاف. غادي ناخذ واحد المقطع كما كانت يعني، ولا كاس ولا اللي كان، غادي نقطعو به العجينة ديالنا. غادي ناخذوها ونديروها في المول بهذه الطريقة ونقدوها، نحيدو داك العجين المتبقي. بحال هاد الطريقة غادي نكملوهم كاملين بحال هاد الطريقة ونرجع.
كنتي في العمر بعد ما كملنا العجين ديالنا وضعناه في الليمون تقبناهم هكا بالفروشيت وغادي ندخلهم دابا للفران حتى يطيبوا مزيان وندوزو باش نوجدوا الكريمه اللي غادي نعمروهم بها. بعد ما حضرنا هذوك لي طارطيليت ديالنا خليناهم دابا يبردوا دابا غادي ندوزو باش نوجدوا الكريمه. عندي هنايا نص يترو ديال الحليب، عندي واحد جوج معالق ديال السكر سنيده، عندي هنايا اما جوج معالق ديال النشا ولا جوج معالق ديال الكريم باتيسير. انا عندي الكريم باتيسير غادي ندير الكريم باتيسير. عندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال النسكافي، قهوه سريعه الذوبان. غادي نضيف كلشي بارد في بارد. ايوا عندي واحد 80 غرام ديال الشوكولاط، غادي نضيفو هاد القهوة. غادي نديو هاد الخليط ديالنا فوق البوطة حتى تعقد هاد الكريمة ديالنا ونرجع. هيا بعد ما عقدت الكريمة بهاد الطريقة ما حدها سخونة كنضيفو لها هاديك 80 غرام ديال الشوكولاط باش تدوب فيها غادي نخلطها مزيان حتى تدفى واحد شويه وندوزو باش نعمرو بها لي طارطوليت ديالنا. هيا الكريمه يعني كتجي بحال هذا الشكل، كتجي بمذاق الشوكولاط والقهوه كتجي زوينه. انا خديت هنايا درت واحد الكميه في هذا البلاستيكه، غادي نقطع لها هنايا وغادي نعمر بها هادو ديالي. بالنسبه للتسييف غادي ناخذ شويه ديال لي سيكار بحال هكا كنديروه بحال هكا بشن. وكنديرو شويه ديال اللوز مهرمش، اللوز كونكاسي. غادي نزينهم كاملين بحال هاد الطريقه وغادي تشوفوهم معنا في طبق التقديم ان شاء الله. هاد هما لي طارطوليت ديالنا بالشوكولاط، كيجيو مقرمشين ولداد. بالنسبه لهذيك العجينه يعني ما كتعطيكمش واحد الكميه كبيره، الا بغيتو ديروا عدد كبير انكم تدوبلوا المقادير. نتمنى ان تعجبكم الوصفه وتجربوها، وما تنساوناش بجيم وبارتاج، والى اللقاء في وصفه جديده ووصفه جديده وفيديو جديد. مع السلامه.